حالة من الانبهار والذهول داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري بعد فوز المنتخب المغربي الأول للفوتسال على منتخب إيطاليا بنتيجة ثقيلة جدا 4-2 مقابل لا شيء. وقبل ما ندخل في التفاصيل، في البداية الفيديو ده بالذات يستحق منك المليون لايك. اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الإشعارات علشان يوصلك الأخبار الرياضية المغربية العالمية الجديدة والحصرية أول بأول، وافتخر معايا إن أنت مغربي. المنتخب المغربي تحت 23 عام بالأمس بيحقق فوز ثمين وغالي جدا على المنتخب الإيطالي تحت 23 عام. المباراة اللي أقيمت على قاعة الوحدة بالقنيطرة، والنهارده المنتخب الأول بقيادة الرائع جدا هشام الدكيك بيحقق الفوز الثاني على المنتخب الإيطالي الأول في إطار استعدادات المنتخب المغربي لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للفوتسال المقرر إقامتها على الأراضي المغربية على قاعتي الأمير مولاي عبد الله، وبإذن الله بمشيئة الله تعالى ستنضم قاعة محمد السادس بالمعمورة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها أبريل 2024. استطاع المنتخب المغربي الأول للفوتسال الفوز اليوم على منتخب إيطاليا الأول المصنف 16 عالميا، ولكن بيلعب مين يا جماعة؟ بيلعب المنتخب المغربي الأول المصنف 8 عالميا والأول عربيا وأفريقيا في رياضة الفوتسال في إطار منافسات أولى منافسات موسم 2024. استطعنا من إنهاء موسم 2023 دون هزيمة بفضل الله تعالى. استطعنا من خوض 28 مباراة فزنا من خلالهما في خلال 23 لقاء، كما تعادلنا في 5 لقاءات دون تلقي أي هزيمة في الموسم الماضي موسم 2023، كما استطعنا من إحراز 143 هدف بينما تلقت شباكنا 32 هدف فقط. وبمشيئة الله تعالى بداية مبشرة جدا، انطلاقة جديدة مع بداية موسم 2024. كل لاعبين المنتخب المغربي دون استثناء، ولو اتكلمنا بالامس عن المنتخب تحت 23 عام ايضا اللي خاض مباراه قويه جدا بتواجد كل من عبد اللطيف الحراش في حراسه المرمى بالاضافه الى كل من مصطفى رابو ورائد بوترابه بالاضافه الى ايهاب الشرادي وايضا عبد الله المتقي وعبد الكبير بقدير اللي كان لهم بصمتهم في المباراة واستطاعوا من إحراز. عبد الله المتقي استطاع من إحراز هدفين بالإضافة لهدف كل من رائد بوترابة إيهاب الشرادي بالإضافة لهدف المتألق الرائع جدا عبد الكبير بقدير. بمشيئة الله تعالى عندنا جيل تحت 23 عام يقدر يكمل مسيرة الجيل الأول المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة هشام الدكيك في ظل تواجد كل من عبد الكريم أنبية في حراسة المرمى بالإضافة إلى أنس الدحاني وأنس البقالي وسفيان المصرار عميد الفريق بالإضافة لسفيان بريط بالإضافة إلى تواجد كل من بلال البقالي وعثمان الإدريس اللي كان له بصمته النهاردة في المباراة وقدر إنه يحرز الهدف الرابع للمنتخب المغربي. وايضا لو تحدثنا عن اللاعب المتألق جدا اسماعيل لاميزان اللي كان له الاسيستات الرائعه في مباراه اليوم، استطاع المنتخب المغربي التقدم في الدقيقه 10 من احداث الشوط الاول بقدم المتألق الرائع جدا اسماعيل لاميزان، كما تقدم المنتخب المغربي مع نهايه الشوط الاول في الدقيقه 20 باحراز هدفين. في الدقيقه 20 بقدم سفيان المصرار عميد المنتخب المغربي في الدقيقة 20 وبصناعة إسماعيل لاميزال اللي استطاع من إحراز ولعب الأسيست وصناعة الأسيست للمتألق سفيان المصرار، كما استطاع المنتخب المغربي نهاية الشوط الثاني وانتهاء المباراة في الدقيقة 10 من الشوط الثاني بإحراز هدف التقدم الهدف الرابع ليعزز من نتيجة المباراة بقدم النجم المتألق الرائع جدا عثمان الإدريسي، لتنتهي المباراة بنتيجة 4 أهداف لصالح المنتخب المغربي مقابل لا شيء لصالح المنتخب الإيطالي المصنف 16 عالميا. وعلى الرغم من إقصاء المنتخب الإيطالي في بطولة
كأس العالم أوزبكستان 2024 بعد الهزيمة المدورية الأخيرة أمام منتخب أسبانيا بنتيجة 4-0، إلا أن المنتخب الإيطالي قرر أن يتعلم الدرس من المنتخب المغربي، وأيضا ليستفيد عامل الخبرة والمهارة ليلعب أمام المنتخب المغربي عميد المنتخبات العربية والأفريقية، المنتخب الحاصل على بطولة كأس العرب لمدة 3 مواسم 2021 و2022 والموسم الأخير 2023، بعدما استطاع الفوز على المنتخب الكويتي في المباراة النهائية اللي انتهت بنتيجة 7-1. وأيضا المنتخب المغربي الحاصل على بطولتي كأس أفريقيا 2016 و2020، وبمشيئة الله تعالى البطولة القادمة 2024 من نصيب المنتخب المغربي، وأيضا المنتخب المغربي الأول عربيا وأفريقيا في مستوى لا يمكن مقارنة أي منتخب آخر، وبالأخص المنتخب الجزائري المصنف 95 عالميا في رياضة الفوتسل. ولو جينا نتحدث عن المنتخب الإيطالي بتواجد كل من رالانسو وريلو وريكو ورودريجوز بالإضافة إلى سيلفا بقيادة المدرب الرائع إليانو درينتي اللي كان بيحاول إنه يتعلم من المنتخب المغربي ومن المدرب هشام الدقيق في لقاء اليوم، إلا أنه لم يستطع الرد دون رد ودون صد أمام المنتخب الرائع جدا المنتخب المغربي أسود الأطلس 4-0. وبمشيئة الله تعالى مع انطلاقة جديدة لموسم 2024، بداية مبشرة ورائعة جدا وفوز ثمين وغالي جدا مع انطلاقة كأس أفريقيا المقرر إقامتها إبريل 2024، بينما ستقام أولى تصفيات البطولة الأفريقية غدا 2/2 بمشيئة الله تعالى بلقاء المنتخبات. 7 منتخبات سيشاركوا في التصفيات الأفريقية، منتخب موزمبيق أمام زامبيا، كما سيلعب منتخب ناميبيا أمام تنزانيا، كما سيلعب المنتخب الغاني أمام كوتيفوار، بينما سيخوض المنتخبات العربية كل من المنتخب الجزائري أمام المنتخب الليبي، أولى جولات تصفيات كأس الأمم الأفريقية في إطار ذهاب كأس الأمم الأفريقية التصفيات المؤهلة بمشيئة الله تعالى لإفريقيا 2024 على الأراضي المغربية، أولى جولات المنتخبات العربية، حيث يستضيف المنتخب الليبي منتخب الجزائر على ملعب وعلى قاعة مصراتة الدولية بليبيا يوم السبت الموافق 3/2 لعام 2024 في تمام 7 مساء بتوقيت الجزائر، 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وطبعا ما توقعش ان المنتخب الجزائري يقدر يفوز على المنتخب الليبي المصنف 41 عالميا، الا اذا كان هناك رأي آخر للمنتخب الجزائري في ظل الاستعدادات للموسم الكروي الجديد. وعلى الجانب الآخر، ضمن المنتخب الموريتاني تأهله مباشرة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد إقصاء المنتخب الكاميروني وتوقيع عقوبة من جانب اتحاد الكرة الأفريقي بقيادة الكاف. اتحاد الكرة الأفريقي بقيادة موسيبي توقيع عقوبة على المنتخب الكاميروني من أجل مخالفته لقواعد ولوائح كرة القدم داخل القاعة. أطيب التمنيات للمنتخبات المتأهلة مباشرة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024 المغربية بمشيئة الله تعالى بالتوفيق، بضمان تأهل كل من المنتخب المغربي والمنتخب المصري والمنتخب الأنجولي والموريتاني، وفي انتظار الـ4 منتخبات الأخرى المتأهلة لإقامة البطولة في شهر إبريل شهر 4 القادم بمشيئة الله تعالى بمشاركة 8 منتخبات. كما سيلعب المنتخب المغربي تحت 23 عام بقيادة عادل السايح الجولة الثانية المباراة الثانية أمام المنتخب الإيطالي تحت 23 عام يوم السبت الموافق 3/2 لعام 2024 في تمام 4 عصرا بتوقيت المغرب، 5 مساء بتوقيت مصر. لكن طبعا اللي مزعل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري، المنتخب الجزائري سيبدأ في التصفيات أمام المنتخب الليبي، وربما سيتأهل أو ربما سيقصى أمام المنتخب الليبي.
الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008، بينما المنتخب المصري حصل على 3 ألقاب في البطولة 96 و2000 و2004، كما حصد المنتخب المغربي على لقبين 2016 و2020 بمدينة العيون، وبمشيئة الله تعالى قادر على تحقيق البطولة الثالثة على التوالي 2024 على الأراضي المغربية بمشيئة الله تعالى. بينما المنتخب الجزائري لم يحصل أي لقب في البطولة، سيخوض التصفيات وربما سيتأهل أم لا. وزي ما قلت لحضراتكم، مباراة الذهاب بين ليبيا والجزائر ستقام يوم السبت 3/2، بينما ستقام مباراة الإياب على الأراضي الجزائرية يوم 10/2 بمشيئة الله تعالى. بينما المنتخب المغربي يستعد على أكمل وجه من الاستعداد، على أكمل وجه من التألق، بداية مشرفة، بداية رائعة جدا، بخوض وبفوز ثمين جدا أمام المنتخب الإيطالي في الجولة الأولى، وأيضا بمشيئة الله تعالى قادر على الفوز بنهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 والتأهل بمشيئة الله تعالى إلى كأس العالم أوزبكستان 2024. وعلى الجانب الآخر، انطلاقة قوية جدا لكل المنتخبات العربية والأوروبية والأفريقية، بداية موسم 2024 لرياضة الفوتسال لكرة القدم على مستوى كرة القدم داخل الصالة أو كرة القدم للصالات، كوبا أمريكا، كأس أمم أفريقيا، كأس آسيا للفوتسال، بالإضافة لتواجد كأس العالم مع نهاية العام بمشيئة الله تعالى أوزبكستان 2024. أطيب التمنيات للمنتخب المغربي وسود الأطلس، فخر العرب، مشرف الكرة العربية والأفريقية والعالمية في رياضة الفوتسال وفي الكرة المغربية، إلى مزيد من التقدم والإنجازات، بمزيد من التقدم والتألق بقيادة المدرب الرائع جدا المايسترو العبقري هشام الدكيك، إلى مزيد من التقدم والإنجازات للكرة المغربية وللشعب المغربي الطيب الأصيل. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.